وهلأ رح نروح لنستقبل أول ضيوفنا، وأكيد مساحتنا تربوية نفسية. دائما نحن الصحة النفسية بتتعلق بأي شيء بحياتنا، ولكن نحن وقت بنقول الطفل أو الشاب أو الصبية بنرجع بالأساس للأسرة اللي هي ليلى. نحن بنعرف قديش خلينا نقول العامل الأساسي تماما. أو المدرسة الاجتماعية هي المؤسسة اللي بتدعم هذا الطفل، وهي يعني اليوم مسؤولة عن أنه تخليه يكتسب السلوكيات الجيدة السلوكيات السيئة. يعني بيكبر هذا الطفل من منشأ إما بيكون سليم أو إما بيكون غير سليم. دائما نشوف أنه بعض الأشخاص بيقولوا لك أنا كان حلمي أدرس فرضا إعلام، ولكن أهلي حبوا أن يسجل صيدلي. يعني أكيد هذا الشيء بيرجع يمكن للتأسيس من البيت. خلينا نحكي يعني بداية أنه عن مراحل التعليم. في أهالي بيبلشوا مع الطفل قديش مهم يبلشوا بالتعليم من مراحل صغيرة لحتى يوصل لمرحلة التحصيل الجامعي، لكن مثل ما قلتي أنه هن أحيانا الأهل وقت بدهم يتدخلوا بمستقبل الولد، ممكن انه هن هذا الشيء ما حققوه لازم يحققوه بابنهم. ما بعرف اذا هذا الشيء صح او غلط، يعني ممكن ياثر على مستقبله. هلا هو بغض النظر اليوم احلام الاهالي حق، اليوم الاهالي تحلم بابنها مثل ما بتحب هي، وكثير بنشوف عائلات بنشوف الام والاب اطباء والاولاد ايضا اطباء. يعني اليوم اكيد الاسره هي مثل ما قلنا العامل الاساسي بهذا الفرد كيف حتقدمه للمجتمع، ولكن هيك رح نحكي اكثر عن التاسيس الجامعي وتاثير الاسره بالاختيارات أكثر مع ضيفتنا لليوم، وهي السيدة داليدا جبارة، أخصائية نفسية وباحثة في مجال الدكتوراه في الإرشاد النفسي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا فيكم. كيف سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اليوم هيك تقريبا نفس الألوان يعني كأنه متفقين. بداية خلينا نحكي عن دور الأسرة قديش هو مهم. خلينا نعرف الأسرة بشكل عام وقديش مهمة بشخصية الأبناء. بداية حابة لأنه عم نحكي عن موضوع التوجه الجامعي والدور الأسرة فيه، فعطيني فرصة بس بارك لطلاب اللي حصلوا على الشهادة الثانوية ونثني عليهم ونثني على جهود أهليهم كمان اللي وصلتهم للنجاح، وكل التوفيق إن شاء الله للطلاب اللي هلأ عزموا وقرروا أنه يقدموا على الدورة التكميلية، وإن شاء الله بالتوفيق لهم. والطالب اللي ما حالفوا الحظ هي السنة أنه ينجح، إن شاء الله تكون فرصة أو دافع لحتى يدرس أكثر، لحتى يعمل جهد أكثر، لحتى يكون في طموح وإرادة أكثر لنسد الثغرات إن شاء الله. لنحكي عن الأسرة ودور الأسرة في تربية الأولاد. خلينا نعرف شو هي الأسرة. الأسرة هي الخلية الأولى، هي المؤسسة الاجتماعية الأولى اللي بينتمي للفرد، بيستقي منه وبياخذ منه عاداته وقيمه ومبادئه واتجاهاته، ومن ضمن هي الاتجاهات اتجاهه للتخصص الجامعي والدراسي اللي هو بده يختص فيه. للأسرة حسب علماء الاجتماع بنقول نوعين، أسرة النواة والأسرة الممتدة. الأسرة النواة اللي هي بتكون مؤلفة من أب وأم وأولاد بمسكن واحد، أما الأسرة الممتدة اللي بتكون مؤلفة من أكثر من أسرة نواة بنفس المسكن، وهذا الشيء لاحظناه وشفناه بعد الأحداث الأخيرة والحرب اللي تعرضت لبلادنا. قصدك العائلة مثلا؟ العائلة الكبيرة مؤلفة مثلا من أب وأم وأولادهم، أعمامهم، زوجات الأعمام، أولاد الأعمام، والجد والجدة بنفس المسكن. كل واحد بده اختصاص. بنفس المسكن، تمام. طيب شو المهم هون؟ المهم شو هو الأسلوب المتبع وأسلوب التنشئة الوالدية المتبع ضمن هي الأسرة؟ هل هو الأسلوب المتسلط؟ أم هو الأسلوب المتساهل بالمعاملة؟ أم هو أسلوب الحماية الزائدة؟ أم هو الأسلوب الديمقراطي؟ لما نحكي عن الأسلوب الديمقراطي اللي هو مشاركة الأولاد بقراراتهم، مشاركتهم بأي اتخاذ قرار ضمن الأسرة. اثنين، معاملة الأطفال والأولاد بنفس السوية واحترام رأيهم. إضافة لإتاحة الفرصة للحوار والنقاش والتفاهم ضمن الأسرة. لما يكون في عنا أسلوب ديمقراطي ضمن الأسرة رح تكون ورح يتحقق الاستقرار العائلي والتفاهم والحوار. وقت نقول التوجه الجامعي وهو حلم الشاب والصبية وحلم الأسرة، وفي بعض الأحيان حلم العائلة، هذا الحلم بيكون مشترك للجميع. يعني اليوم خلينا هيك نحكي عن معنى التوجه الجامعي وقد ايه اليوم التأثير النفسي مهم بهذا المجال وقت بيكون الشاب أو الصبية مو حابب هذا المجال. أكيد. هلا بداية شو هي الجامعة؟ هي مرحلة دراسية لكن طالب حاصل على الشهادة الثانوية شو ما كان فرع علمي أدبي صناعة نسوية، تمام، بتكون بمرحلة أو بمرحلة المرحلة العمرية من 18 ل
ال 24 25 حسب مسيرته حسب تواصله بشكل مستمر بسنواته الدراسيه ولا لا. ليش حددت العمر؟ لانه بهذا العمر عم يخلص من مرحله المراهقه، ونحن بنقول المراهقه المتاخره اللي فيها هون اثبات ذاته وفيها اتخاذ، بده يتخذ قراره مثل ما بده وبده يستقل تماما. وعنده رغبه بالاستقلاليه. كثير مهم وكثير ضروري يكون عندنا هون دعم اجتماعي له، دعم المحيطين له، دعم الاسره له، لحتى يتوجه بالاتجاه الصحيح. بعض المتعلمين اما بيتعلموا لا هدف العلم بحد ذاته، وهذا هلا نادر، انه انا بدي اتعلم لحتى اتثقف واتعلم. اثنين، لا ندور على فرصه عمل طبعا. احسن تنتج يمكن اكثر. فهم بنلاقي الفرق بين الطبيب مثلا، لنفترض مثال، بين الطبيب اللي هو داخل عن او مسجل عن رغبه وعن اهتمام لانه هو بده يكون طبيب، فهون بيكون طبيب انساني بكل معنى الكلمه، بينجح وبينجح بهذا الشيء. والفرق الثاني اللي بيكون فارض عليه هذا الاختصاص لاسباب هلا بنحكيها بعد شوي، بيكون طبيب قاسي ببعض الاحيان. طيب شو اهميه التوجه الجامعي؟ هل التوجه الجامعي هو مهم؟ طبعا مهم لتحقيق رغبات واهداف هذا الطالب، سواء الاهداف الشخصيه او اهدافه المهنيه. اثنين، لحتى يطور من قدراته ولحتى يطور من امكانياته. ثلاثة، لحتى يلاقي فرصة عمل مهمة بعد ما يخلص من حياته الجامعية والدراسية. طيب مين بيأثر بالتوجه المهني؟ بالتوجه المهني بتأثر بثلاث او اربع عوامل، لناخذ منها اول وحدة هي الميول والاتجاهات. انا كطالب شو ميولي؟ شو هي اهتماماتي؟ شو المجال اللي انا بهتم فيه؟ بتجه له. اثنين، بيتأثر التوجه الجامعي بالمستوى التفكير والمستوى العلمي. لكل مننا نحن قدراتنا الخاصة وجيناتنا الخاصة وقدراتنا العقلية الخاصة فينا. أنا كأم أو كمقدم رعاية لهذا الولد أعرف شو هي قدراته. هل هي قدراته للناحية العلمية؟ شاطر بالفيزياء بالرياضيات بالبل حتى يتوجه للكليات العلمية. هل هي قدراته بالحفظ والاستذكار ليتجه للكليات الأدبية؟ هل عنده قدرات بالرسم والموسيقى والفنون ليتجه للكليات الفنون والموسيقى؟ تماما. هلا هو هذا الاصح، بس احيانا الاهل بيكونوا حابين عندهم ميول لابنهم بشيء حتى من بعد مرحله التاسع مثلا. كثير شاهدنا حالات مثلا طلع له عامل، روح صناعه افضل لمستقبلك، او العكس ما بده علمي الطالب او ما عنده قدرات، لا معلش دورات بتتاسس. يعني ممكن هو هون بهي المرحله يفشل. صحيح. هو المؤثر الأخير اللي بدي أحكي عليه هو البيئة. البيئة والأشخاص المحيطين فينا، سواء كانوا أصدقاء أو زملاء دراسة أو الأسرة، والأسرة هي الدور الأكبر في تخصصنا. قد يكون التخصص الجامعي اللي عم تفرضه الأسرة للواجهة الاجتماعية، مع احترامي لكل الاختصاصات. فبعض الأهالي بيقولوا أنا بدي ابني يكون يدرس طب، أنا بدي يطلع من عندي دكتورة من العيلة، مع العلم أنه كل الاختصاصات مهمة. تمام. كل الاختصاصات على درجة من الأهمية. هاي واحد بيكونوا عم يدوروا على الواجهة الاجتماعية. اثنين، بيكونوا عم يدوروا على الشيء اللي بينتج مصاري أكثر بعد الانتهاء من الحالة الحياة. حقه اليوم، حقهم يعني. حقه بهذا الشيء، بس اللي ما حقه في أنستي هو دخل عن غير رغبة. تماما. سجل عن غير رغبة بس مشان المصاري. الإنتاج العمل أكيد ما رح يكون. إذا حالف الحظ ونجح بسنواته الدراسية، مع العلم أنه أغلبهم بيفشلوا بالدراسة لأنه مو هو الهدف اللي ماشيين فيه. تمام. هو الهدف الصحيح. مو هو الهدف العلمي والأكاديمي. اثنين، إذا أنتجوا ونجحوا فهن هم بده يكون عنا سوء بجودة الإنتاج. غير هذا الشيء، ما بدنا نظلم الأسرة، في الأسرة الداعمة. كيف الأسرة الداعمة؟ الأسرة الداعمة مو من وقت البكالوريا، مو من عند مرحلة الثالثة الثانوي أنا بكرة ابني عنده بكالوريا يلا بدي بلش نمي له قدراته ومهاراته. لا، هي من الابتدائي مثل ما ذكرتي حضرتك. أنا أعرف شو هي قدرات ابني، شو هي مهاراته، شو عنده كفاءات اشتغل عليها ونميها من مرحلة الابتدائية وصولا للمرحلة الجامعية. غير أني أدعمه بمرحلة مبكرة، أني آمن بهي القدرات. تمام. آمن بهي المهارات، آمن بهي الأفكار اللي عنده، وأعطيه حق الاختيار. هو من حقه يختار كل شيء بالحياة. حق الاختيار للطفل، اللون اللي بده يلبسه، الاختصاص الأكاديمي اللي بده يختصه فيه، أو أي شيء بالحياة هو من حقه أنه يختار. غير هالشيء كمان أدعمه وأدعم قراراته، أدعمه ماديا.
انا ابني بده يسجل بكره فرع جامعه، طيب هذا الفرع قد ايه عنده تكاليف؟ انا قادر اني ادعمه ماديا، ادعمه معنويا، عززه، شجعه، قدر جهوده، قدر مهاراته، قديش بيتعب، قديش ظروف هلا صعبه. هون عم نحكي عن العوامل اللي بتاثر دائما بالتحصيل العلمي. تمام. ليلى، دائما نحن بنشوف انه في اشخاص كثير للاسف، وكانوا ضيوفنا بصباحنا غير، شفنا الكوتش الرياضي وهو طبيب اسنان، شفنا يعني بتلاحظي كلهم اطباء، يعني طبيب اسنان هوايته رسم اذا بتتذكري كمان. كمان يعني اليوم يعني حتى باخر حلقه استضفنا حدا كان موجود على المسرح، فرقه مسرحيه كانوا عم يشتغلوا مسرحية، فأنا سألته بالصدفة أنه عن دراسته، بيقول لي سنة رابعة اقتصاد، ولكن هو لسه ما تخرج ووقفه، فنحن عم نقول له أنه مفروض تكفي، فقال لا، هذا توجه الأهل، وأنا اليوم محبتي للمسرح. يعني هدول عوامل ممكن تأثر على تحصيل العلمي. مثل ما ذكرتي حضرتك اليوم الأوضاع الاقتصادية، أكيد اليوم الجامعة مكلفة، وخاصة إذا كنا عم ندرس فرع بده يعني مثل ما بيقولوا عملي. تمام. خلينا نقول سنوات سابقة كمان كان آثارها مدمرة، يعني شوف شفنا 4-5 عائلات بالبيت الواحد، يعني اليوم صار الأب عنده أكثر من طفل أو أكثر من شاب بقلب البيت بحاجة لهذا التحصيل وبحاجة لمادة. خلينا نحكي أكثر ونتوسع بالعوامل اللي ممكن تأثر على هذا التحصيل. التحصيل الدراسي بيأثر فيه كثير من العوامل واللي ذكرنا منها بداية، البيئة المنزلية، الجو اللي أنا عاملته بالبيت، الجو، هل في جو آمن؟ هل في بيئة مريحة لحتى الطفل يدرس، لحتى هذا الطالب يدرس وينمي قدراته ومهاراته، دعمهم وتشجيعهم والقيم اللي بده ياخذها من أهله، هل هن مشجعين محفزين للعلم؟ ولا ما نحن محفزين للعلم؟ اثنين، الجينات والقدرات الـ والـ 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 والأمور الوراثية هي اللي نحن ما من وين بتتاخر؟ من الأم ولا بالأب؟ هي اللي بتأثر بالتحصيل الدراسي، فيني أنا نميها، فيني أنا أشتغل عليها. ما من وين ما أجت تجي؟ تقولي لي في أكثر جهة من جهة؟ في أكثر لأنه الأم بتعطي أكثر من الأب أو بالعكس؟ هاي الأمور طبية، ما يعني ما عندي فكرة عنها. الشيء اللي بيأثر كمان الظروف الاجتماعية، الفقر، الحالات العنف الموجودة بالبيت، حالات المقارنة اللي عم بتصير بين الأخوات، أخوك اللي جاب علامة أكثر منك، كثير المقارنة سيئة، حتى بين القرايبين أحيانا، حتى يعني. إنه أنا ابن سلفتي جاب علامة كثير منيحة، فأنت غصب عنك بكره بدك تجيبي لي علامة أكثر منه ولو بعلامة، كثير بنسمعها بالعيادات النفسية. لما يتراودنا يجينا حالات خاصة كثير بيحكوا عن قصص المقارنة بين الأولاد وبين بالأسرة أيضا الممتدة. خلينا نحكي عن دور تحصيل الأهل، هل له علاقة تحصيل الوالدين العلمي بالأبناء؟ يعني شرط أنه لما بيكونوا الأهل هنون عندهم تحصيل علمي، أطباء أو مهندسين وإلى آخره، ضروري أنه الأبناء يكونوا هيك أو أحيانا العكس؟ هلا فينا نقول انه هو امر نسبي، هلا هو اكيد له اهميه كثير كبيره، بس هو امر نسبي. ليش له اهميه كثير كبيره؟ لانه هذا الاب اللي عنده قيم ومبادئ، اهميه التعليم اكيد راح يورثها لاولاده، اكيد راح يعطيها لاولاده، اكيد راح يقدر العلم ويعمل بيئه مريحه ليكتسب فيها الاولاد المهارات والقدرات، وبيئه لتامن ظروف الدراسه. اثنين، قديش مهم الاهل اكاديميا. في بعض الاهالي مثل ما ذكرتي حضرتك انه هن ما نن على درجه من العلم بس على درجه من الثقافه، ظروف الحياه ما على درجه من الحلم. احيانا الحلم هو بيكون يعني دافع لهذا النجاح. حتى بتلاقي شو حلم الوالده او الوالد، الابن هو اللي عم بس احيانا بيكون الاهل عندهم تحصيل علمي مثل ما ذكرنا من شوي، بتشوفي الابناء هنن ما بدهم يدرسوا او حتى ولو وفروا لهم كل شيء، هون شو بيكون السبب؟ لهيك قلت لك هذا هو الامر النسبي. الأمر النسبي والعوامل اللي بتختلف من شخص لشخص آخر، ما فينا نذكر عامل واحد هو مؤثر على كل الطلاب. أنا يمكن أسمع من زميلتي بالمدرسة أنه والله الحقوق مو مهمة، أو الإرشاد النفسي مو مهم، أو التربية، أو الطب بيطالع مصاري أكثر، فأنا انحاز واتجه لهذا الاتجاه. لهيك في عنا كثير عوامل مؤثرة بالتحصيل الأكاديمي والتوجه المهني. كثير منيح من للأسرة أن تدعم رغبة الأولاد، رغبة أولادها، تبين لهم الصح من الخطأ،
تبين لنا الاختصاصات. وهون بيجي دور المجتمع يمكن او دور المدرسه على قبل ما يوصلوا لمرحله الثالثه الثانوي او بمرحله الثالثه الثانوي، شو هي الاختصاصات الجامعيه المطلوبه؟ انا كشخص لما بدي فاضل انا رحت اسال وبحبش انه انا شو يعني ارشاد نفسي؟ شو يعني تربيه؟ شو يعني اعلام؟ طب انا شو المواد اللي بتندرس بهي الجامعه؟ قديش مده كل اختصاص؟ كثير حلو انه نحن نعمل حملات توعيه او محاضرات توعيه عن كل اختصاص من الاختصاصات، عن المده اللي هي مطلوبه لحتى واحد يتخرج من هذا الاختصاص، عن المواد اللي بقلبه، عن المجال المهني، وهي كثير مهمة انه نحن نعرف شو المجال المهني اللي انا بدي اشتغل فيه بعد ما اخلص 5-6 سنوات دراسة من الجامعة. طيب خلينا هلا نتفق على نقطة انه اليوم الظروف اختلفت عن زمن الام والاب، يعني وخاصة وقت بنقول اختلاف نحن عم نحكي عن جميع النواحي، حتى اجتماعيا حتى اقتصاديا من كل النواحي. يعني اليوم صرنا نشوف الشاب او الصبي عم بيروحوا للخبرة اكثر من التحصيل الجامعي. اليوم بتقلك انا سوق العمل ما عم يطلب كثير الشهادات الجامعية، عم يطلبوا الخبرة. يعني صرنا نشوف حتى بتوجه الجامعات عم بيروحوا للاكثر ربح اقتصادي فيما بعد. يعني اليوم أغلب الطلاب عم يروحوا لدراسة طب التجميل، يعني هي واقع، يعني أنه نحن فيما بعد هي ثورة. شو هو هلأ الرائج؟ تمام، شو هو اللي رائج؟ الإلكتروني، المجال المعلوماتي، المجال التجميلي، بيتجهوا له الأولاد، بيتجهوا له الأبناء بهي الحياة. بالنهاية عم بيفكروا مثل ما حكيتي بالظروف الاقتصادية. قديش اليوم أهالي لازم يراعوا هاي النقطة، اختلاف الزمن والمكان والظروف، يعني وخاصة الوضع النفسي. يعني اليوم وقت الطالب أكيد ما بيكون مرتاح بالاختصاص اللي عم يدرسه، يمكن يقعد 4 أو 5 سنوات وآخر شيء يغير مجاله أو يروح يشتغل شيء ثاني بدون ما يعمل سنوات. أكيد، وكثير من الحالات صادفتنا أنه سافروا على منطقة ثانية لحتى يدرسوا بغير علم أهلهم، سجلوا اختصاص ثاني أو تخلوا عن اختصاصهم لا سجلوا اختصاص آخر أو تخلوا عن الجامعة كلياتها وراحوا للمجال اللي هن مهتمين فيه. فنصيحة لكل أب وأم بالمجتمع، كل الاختصاصات مهمة، كل الاختصاصات على قدر من الأهمية. ما في اختصاص أفضل من اختصاص، ولكن في مدة، في اختصاص أطول من اختصاص، اختصاص أصعب من اختصاص. هون الراعي واحد الظروف اللي عم بيعيشها هذا الولد خلال دراسته من الناحية الفيزيولوجية، الجو، البرد، الشوب، هاي القصص. من الناحية المادية اللي اختلفت من زماننا لزمانهم مثل ما حكيتي، كتير مهم نعطي الولد الرغبة، رغبته هو بالاختيار، لأنه مثل ما حكينا إذا دخل وسجل عن رغبة رح يبدع ورح ينتج ورح يكون هذا الشيء مو بس أثر عليه وعلى أهله، أثره كمان على المجتمع بشكل عام. أكيد هذا الشيء كتير مهم بالنسبة للأهل وللأبناء. حتى أحياناً بنلاحظ في أهالي بيكون ما عندهم تحصيل علمي بس بيطالعوا دكاترة، مهندسين، قديش هذا الشيء يعني في ناس مهمين. ليلى، احترامي لجميع الأهالي أكيد يعني تمام، ولكن هي معنا مقياس اليوم بتحسي يعني هي أمر نسبي. هلأ في ناس ما حالفهم الحظ يدرسوا ويكملوا دراستهم لسبب من الأسباب، بس هم على درجة من الثقافة، من على درجة من الاهتمام بالعلم. طيب اليوم هيك برسالة بلسانك كأهل اليوم، هي كمرتك اليوم كأهل، شو بتقولي اليوم للشباب والصبايا؟ يعني ما بين رغبة الأهل ورغبة نراعي ظروف الحياة اللي موجودة اللي بتختلف عن ظروفنا الماضية، نهتم لرغبة أولادنا، اللي مسجل فرع عن إرادة وعن رغبة وعن كل اهتمام رح يبدع فيه ورح ينتج فيه. إن شاء الله بالتوفيق لجميع الطلاب يا رب، وبالدورة التكميلية إن شاء الله النجاح، ولكل إنسان حاطط هيك هدف وأمل بباله إن شاء الله يا رب. أكيد يا رب، بدنا نتمنى التوفيق للجميع والكل بيحقق أماني. بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتيها. شكراً لإلك هيك، وإن شاء الله بالتوفيق لكل طلابنا وللأهالي. اليوم عم يدرسوا أكثر من الطلاب، الهم الأكبر شكر لهم أكثر. يعني اليوم الطالب همه بدراسته وتقديم المادة، اليوم الأهل همهم بالدراسة والطفل نفسياً اقتصادياً اجتماعياً. فاليوم يعني لبنى معكم أكيد. شكراً لإلك داليدا جبارة، أخصائية نفسية وباحثة في مجال الدكتوراه في الإرشاد النفسي. سعد صباحك وأهلا وسهلا، نورتي صباحنا. شكرا.